شيخ صالح؟ نعم. التقينا بالشيخ صالح اللي بسرعة نادي ابنه ليحل مكانه ويلبي طلب المراسلة اللي طلبت انها تتزوج توني خليفة من دون علمه. هي بدها شيخ صالح. هو قال لي واحد. نحن الاثنين مثل عم بدك تحكيه هو حيحكيه وياني بس نحن عم نتكلم. تعرفت على شاب مسيحي. ابوك انا بعرف بكتب كتاب وين مش ابوك انه بكتب له هو كتابه هو انا اللي راح اكتبه وانا راح اكتبه للكتاب تمام بيي حينقله من القبول والاجاب بقى انا هاي ورقه زواج انه انا هالزلمه من زواجته بعد يومين اذا بدك برجع بجي نعمل ورقه طلاق عملك يا ورقه على ايدي انا اصلا ما معي ورقه للصبي هي انا كانت غلطه بحياتي بتعرف بمضي عنه ايه بمضي عنه بمضي عنه بس اوكي انطوان روفايال هيدا كل شيء هلا معي هيدا انطوان روفايال شوفي بس ال 100,000 وين هي ال 100,000 اسم الكنية تاعيته خليفة بس ببين من الشيخ اللي كاتبه مش انه هيدا النص هيدا النص لانه المحكمة الشيخ صالح عصر هي شيخ من دار الفتوى نحن دارسين بالله شيخ يعني على الأصول نحن بقدم الملخص أو شيء قسم العمدي قرآن مقدم صفحة عن قرآن كريم مقدم هيك نحن عنا عويدنا بالمحاكم الجعفرية ما بيقبلوا شيء قرآن لا بتحط ليرة ذهب ليرة أو شيء مادي يكون 10 ليرات ذهب يعني شو ما كان حط بس ماشيني قدام أخر 5,000 وهيدي هيها بتاعت الطلاق امضيها هلا لا ما تمضيها هلا انت بالشارع بقدر اعطيك هلا 50 عندك مشكله صح عندي مشكله لا لانه انا المية اللي اعطيتيني اياها والله دفعتها ما دفعتها اول مره 100 دولار. دولار اول مره 100 دولار. دولار انا اعطيتك اياها ثاني مرة 100,000 وهلا 50,000 هون 200 دولار. ايه. وانا بدي ارجع صدقها ما اسمعني بدي ارجع صدقها. والله العظيم وكمل بتكوني هلا خذ هي ال 50,000 ما فيني والله. لا بدك تاخذ 50,000 ما معي غيرها هلا خذ ال 50,000 وانا برجع بتصل فيك بوعدك ليك انت شفتني في شي مرة ما صدقت معك؟ اعوذ بالله. انا بدي ارجع صدقهم، ما انا بدي ضلني ماسكتك، ما انا عارف شو عم بعمل. خذ يلا خذ نعمة. كمان 25 صراحة عشان كل ناس مرتاحين والله اسمعني 50,000 وكتر خير الله الحمد لله حلوين يعني انا لازم اكون في صورة عن هويتي لقدر اثبت الزواج هلا صورة عن هويتي برجع بصورها ونسأل متك الهم كيف اعمل يا صورة عن هويتي واعطيني اياها وتسأل انا وياني ايه فيني تبعات بجيبها من حدا مش هو بيعطيني اياها حدا مريحين ورايح راسي يلا اتكل على